في بقى اخبار الصفقات الاوروبيه، وهتقولي طب هو ده وقته حد بيتكلم في اخبار صفقات؟ هقول لك رغم ازمه كورونا، لكن مختلف الفرق الاوروبيه بتحضر نفسها، ناس بتفكر لسيناريوهات تخص فرقهم بشكل طبيعي عشان باذن الله لما تعود الكره بشكل طبيعي يبقوا جاهزين. فخلينا نبتدي بتركيا، وخبر مهم جدا بالنسبه لنا يعني في الحقيقه. في المدرب بتاع جلاتا سراي اللي هو فتح تريب، المدير الفني للفريق، قال لك ايه؟ اتعرض عليه بيدرو رودريجز. طبعا بيدرو عارفينه طبعا، نجم برشلونه السابق ولاعب تشيلسي الحالي، جناح ممتاز. فقالوا له يا جماعه، قالوا له يا فتح انت دلوقتي تقدر تجيب بيدرو، مطروح عندنا ومعروض علينا وممكن نجيبه لك. قال لهم لا، انا مش عايز بيدرو، انا عايز تريزيجيه، انسب واحد لخططي في الموسم الجديد. هو كان بيحاول يتعاقد معاه بدايه من الموسم الحالي اصلا، لكن تريزيجيه فضل ان هو يروح انجلترا، الصفقه ما نجحتش يعني. فبالتالي قال لك انا عايز تريزيجيه، هاتوا لي تريزيجيه هيفيدني، هيكون اضافه ليا. فبالتالي حاجه كويسه، لان جلاتا سراي فريق كبير جدا في اوروبا، فريق كبير جدا في تركيا تحديدا، انه بيدخل دوري ابطال اوروبا كل سنه، فده امر هيكون ايجابي لتريزيجيه. ممكن تريزيجيه يفكر في حته ما حدث مع محمد صلاح. محمد صلاح ما راح تشيلسي، ما لعبش كتير مع مورينيو، فراح ايه؟ قال لك لا انا اغير، حتى اروح فريق ضعيف شويه، اروح فلورنتينا. راح فلورنتينا كسر الدنيا، لروما كسر الدنيا، رجع على ليفربول في انجلترا بقى من احسن لعيبه في العالم. فممكن تريزيجيه يفكر في الاتجاه ده، ممكن تريزيجيه يصبر شويه سنه كمان مثلا في استون فيلا، يشوف الظروف ايه، خصوصا ان تريزيجيه ما بيلعبش بشكل اساسي مع استون فيلا دلوقتي. فالمهم عرض قائم يعني من جلاتا سراي بتمسك المدرب، ودي اهم شيء، ده اهم شيء، لان المدرب عايز تريزيجيه فاكيد هيلعبه اساسي، فهتشوف بقى تريزيجيه بشكل مختلف يعني.